الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن أهمية الاستثمار في زراعة الأشجار الخشبية ودوره في البيئة وكذلك في الاقتصاد، ووعدنا في السلسلة ديت إن احنا إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على أكثر من 10 أو 15 شجرة مهمين جدا للبيئة المصرية وكذلك للاقتصاد المصري، ويعتبر استثمار جيد سواء لحضرتك أو للدولة ككل. تابع معانا الفيديو لحد الاخر، وما تنساش نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا عن اول شجره نتكلم عنها النهارده الا وهي شجره المهوجني الافريقي. يلا بينا نبدا، يلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عزيزي المشاهد والمتابع، ازيك عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب وبخير وبصحه وسلامه وسعاده يا رب العالمين، بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم ان شاء الله. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنعمل سلسله نبدا نتكلم فيها عن أكتر من 10 إلى 15 شجرة مهمين جدا للاقتصاد المصري وكذلك للبيئة عندنا في مصر، حيث أنهم يعتبروا استثمار جيد جدا من كل الأشجار اللي موجودة في البيئة عندنا. أنا اخترت لك حوالي 15 شجرة دول مهمين جدا، خشبهم مطلوب جدا، وكذلك خشب بتاعنا مش لسه هندور ليه على سوق ولا لسه هنفتح له سوق. وخلينا نبدأ طبعا بالملكة بتاعتهم واللي هي تخصصي في المقام الأول، ألا وهي أشجار المهوجني الأفريقي. واللي ما كانش متابع واللي لسه جاي جديد القناة، أنا هقول لك في الفيديو دوت معظم المعلومات عن أشجار المهوجني الأفريقي حاجة سريعة كده، بحيث ان انا اقدر اكون في اخر السلسلة ديت مكملها كلها ومش سايب اي حاجة نتكلم فيها عن كل شجرة على حدة، بحيث ان حضرتك يا استاذي الفاضل وعزيزي المشاهد يبقى عندك قرار تقدر تحدد بيه هل هتستثمر في النوع دوت ولا لا. وخلينا يلا نبدا مع شجره المهوجني الافريقي. وطبعا زي ما انتم عارفين ان 90% من فيديوهات القناه دي بنتكلم فيها عن اشجار المهوجني الافريقي، ولسه بادئين نتكلم في حاجات تانية جديده ندخلها مع المهوجني الافريقي، بحيث ان احنا نمشي بمبدا اللي هو لا تضع البيضه كله في سله واحده يا صديقي. واشجار المهوجني الافريقي للي مش عارف هي شجره موجوده في مصر منذ اكتر من 200 سنه، ادخلتها اسره محمد علي الى مصر، وتم زراعتها في اكثر من مكان في مصر بناء ابتداء من الوجه الابلي لحد الوجه البحري. وطبعا الشجره تم ليها عمليات اقلامه كبيره، وتم قطع منها اخشاب كتيره. احنا مش حديث عهد باشجار المهوجني الافريقي زي ما انا بقول دايما، واننا مش اول ناس نقوم على ادخال اشجار المهوجني الافريقي مصر، ان طبعا دي معلومات خاطئه وناس كتيره بتقول نفس الكلام دوت، ان انتوا اول ما اشتغلتوا فيه ومفيش خشب منه ومحدش انتج منه، كل الكلام ده كلام ملوش اي اساس من الصحه. المهوجني في مصر من 200 سنه فاتوا، المهوجني تم قطعه وتصنيعه اكثر من مره، المهوجني مزروع بكميات كبيره في مصر، ولكن طبعا الهدف هنا ان انا اشتغل عليه كشجره منتجه للاخشاب. صح، 90% من الناس اللي بتزرع اخشاب، والله في ناس حتى بنقول لهم ان دي مهوجني ما كانوش يعرفوا هي دي، وبتنقطع وتتعمل فحم. وصلت؟ فده الاتجاه اللي احنا واخدينه او اللي احنا متبنيينه، ان احنا ازاي نربي خشب، ازاي نربي شجره خشبيه، تمام؟ فالمهوجني قديم جدا في مصر، ما فيش في ادنى مشكله، من 200 سنه وازيد. الجهات البحثيه في مصر المتمثله في مركز البحوث والمراكز البحثيه المختلفه، الناس دي ضيعت عمرها جنب الشجره ديت، الناس دي طلعوا كل حاجه من الشجره ديت وادونا كل المعلومات من الشجره ديت، طلعوا المصادر بتاعتها اللي هي افضل مكان تنزرع فيها في مصر، وكان الاجابه من اول وجه ابلي لحد وجه بحري، ده رقم واحد، لان شجره المهوجني هي من الاشجار الاستوائيه المحبه لدرجات الحراره المرتفعه وكذلك الرطوبه. طب انت ما عندكش رطوبه، بنعوض نقص الرطوبه بالميه، فمن افضل الاماكن اللي انت تزرع فيها اشجار المهوجني الافريقي طبعا من بعد الجيزه وانت نازل لحد الاقصر واسوان وحد بحريه فرافر وادي جديد، كل الاماكن اللي هي فيها حراره مرتفعه شجره المهوجني تحب الحته دي قوي، ان هي شجره استوائيه في المقام الاول. طبعا شجره المهوجني الافريقي زي ما انتم شايفين جنبي هنا بتنمو بشكل قائم وليها تاج كبير بيجعل منها شجره زينة ممتازة
بشكل التاج بتاعها والاوراق بتاعها الملونه اللي بتطلع بشكل تدريجي من الاخضر للاصفر للاحمر او العكس، وبيبقى ليها لون جميل جدا. شجره المهوجن الافريقي من الاشجار اللي ليها ساق جيد جدا، ساق خشبي، لان هو ده الفكره والاساس من الشجره، ان انت تربي ساق قوي ومتين عشان تقدر بعد كده تستخدمه في العمليات التصنيعية، سواء في عملية الألواحة ان انت تطلع منه ألواح، او ان انت تضرفله وتطلع منه قشرة. شجرة المهوجن الأفريقي من الأشجار مستديمة الخضرة، وعلميا هي نصف نفضية، بمعنى ان الشجرة بتيجي طول السنة زي ما هي خضرة ما فيش فيها مشكلة، بتيجي في الخريف وفي الشتاء بتنفض الأوراق القديمة وتبدأ تطلع نموات جديدة، لذلك الشجرة مؤهلة إن هي تستخدم كمصد رياح جيد جدا، مع بعض التعديلات في انشاء مصد الريح. يعني ايه؟ يعني ان انت لو سبتها بمفردها هي هتقدر تقوم بدور المصد كويس جدا، ولكن انا عايز اخد منها خشب وعايز اشغلها مصد رياح، فبحط جنبها حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده، وهتلاقي الفيديو تحت في صندوق الوصف اللي هو التصميم الصحيح في عمل انشاء مصد الريح، جايب لك كل الاشجار اللي ممكن تتحط مع المهوجن الافريقي وتضر عليك دخل وتضر عليك عائد وتضر عليك فلوس. جميل، علشان تقدر تستخدمها استخدام امثل واستخدام صحيح. اذا شجره المهوجن الافريقي لوحدها كمصدر رياح ممتازه جدا، ولكن مش هقدر اقوم بعمليات التربيه عليها، وبالتالي الشجره هيبقى المحتوى الخشبي قليل جدا. طيب اعمل ايه؟ بنضيف معاها اي شجره من الاشجار اللي اتكلمنا عليها، وبرضه هتلاقي الفيديو تحت في صندوق الوصف، وشوف علشان اقدر اقوم بعمليات تربيه. يعني ايه عمليات تربيه؟ يعني انا بجيب الساق انضفه ما اخليش عليه اي اوراق، وكذلك بقلم الافرع الجانبيه علشان اطلع الشجره على ساق واحده، عشان اضرب عصفورين بحجر، منها عملت مصد رياح ومنها بستثمر في شجره من افضل الاشجار الخشبيه اللي موجوده في السوق. طيب شجره المهوجن الافريقي محبه للميه في اول عمرها؟ اه محبه للميه، الشجره بتحتاج معدلات ميه عاليه في اول عمرها لحد ما تبدا تدق في الارض، ولحد ما يبقى ليها مجموع جذري قوي. مجموع الجذر للشجره كل متر طولي بيقابله تلت متر من الجذر تحت، علشان تقدر تستحمل طولها، لان الشجره دي بيوصل ارتفاعها لاكثر من 30 ل 40 متر. انت متخيل 30 ل 40 متر؟ ده حجم عالي جدا وحجم كبير جدا، يبقى لازم له جذر قوي جدا. يبقى انت في اول عمر الشجره بتهتم بعمليات الري والخدنه لحد ما الشجره تبدا تدق في قلب الارض ويبقى ليها مجموع جذري قوي. بعد كده تقدر تستحمل معاك قله الميه، وتقدر تستحمل معاك الاهمال، والاشجار موجود في اكتر من مكان وتم تعطشها ونسيناها واهملناها والحمد لله شغاله، ولكن ده كله يا صديقي بيأثر في عمر الشجره وكذلك من محتواها الخشبي. احنا هنا هدفنا ان احنا نربي شجره علشان نطلع منها خشب، مش ان احنا نزرع شجره ونرميها ونرجع نقول بعد كده لا ده المهوجني وحش، لا ده اسمه ده وحش، لا ده اسمه ده وحش. الكلام ده غير منطقي وغير صحيح. هتهتم بالحاجه هتديك، هتهملها مش هتاخد منها حاجه. هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، وهي دي القصه اللي احنا شغالين بيها. تمام يا صديقي؟ اذا شجره المهوجني بتعوز ميه في اول عمرها بحجم كبير وكميات كبيره، ثم بعد كده تقدر تستحمل معاك العطش والاهمال. طيب شجره المهوجني تستحمل ملوحه لحد كام؟ بص يا صديقي، علميا من 2500 لحد 3500 وتوصل ل 4000، عمليا في حاجات انزرعت لحد 6000 و7000، وطبعا دي ليها تاثير على الشجره وليها تاثير على الخشب. فكل ما كانت الملوحه في الاستاندر ما بين 2500 لحد 3500، انت كده بتربي شجره صحيحه وبتاخد منها ان شاء الله باذن الله انتاج خشبي كاملا. طيب ليه اشجار المهوجن الافريقي اللي اهتمينا بيها؟ شجره المهوجن الافريقي ليها اكثر من استخدام، واللي هو انا ممكن اشغلها معايا كمصدر رياح، وممكن ازرعها كغابات شجريه، والاستخدامين دول نادرا لما نلاقيهم في شجره يكون انتاجها من الخشب عالي جدا وكذلك محتواها الخشبي جيد وقيم جدا. علشان كده كان الاختيار الاول لاشجار المهوجن الافريقي ان احنا نساعد على اكثرها. احنا كل اللي عملناه ان احنا اكثرنا الشجره وحاولنا نزود اعداد الشجره في البيئه، ده كل دورنا اللي قمنا بيه، بجانب توفير الكوادر اللي تقدر تشتغل على الشجره صح وتطلع منها خشبه صح. وده انا بنبه دايما هنا في القناه، وهتلاقي هنا في القناه فيديوهات كتيره بتتكلم ان انت ازاي تربي الشجره وازاي تقلمها وازاي تخدمها وعمليات الخدمه وايه اللي ممكن تعمله لو في مشكله عندك في الشجره. وطبعا انا موجود في اي وقت تحت امركم كل يوم من الساعه 9 الصبح للساعه 4 العصر،
على التليفون موجود تحت في صندوق الوصف، وكذلك الواتساب لو لقيت التليفون مقفول الواتساب طول اليوم شغال معاك. فدي معظم المعلومات عن أشجار المهوجني الأفريقي سريعا بدون ما أطول عليكم، علشان لسه السلسلة كبيرة، هنتكلم عن أكتر من 15 شجرة ليهم محتوى خشبي قيم جدا، وكذلك استخدامات عديدة جدا. لو عندك أي سؤال عن أشجار المهوجني الأفريقي اتفضل سيبه تحت هنا في التعليقات، وأكيد هعمل لك فيديو بجاوبك عليه. أما بخصوص نقطة التسويق والتصنيع فانا اتكلمت فيهم كتير، وكذلك هعمل لكم فيديو عنه مخصوص ازاي كل شجرة بتتباع وازاي بتتقطع وازاي بتتسوق وكل الكلام ده كله. كل شجرة بعد ما هنخلصها هتلاقيني عامل لك فيديو بيتكلم على التسويق والانتاج والبيع. ما تقلقش انا مش هسيبك ان شاء الله معاك لحد ما تحصد باذن واحد احد. تحياتي ليكم، محمود حمدي، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش نعمل لايك للفيديو يا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.